هذا وقام بعض النازحين في مدينة رفح بحزم أمتعتهم في محاولة للعثور على مأوى في مكان آخر وسط تحذيرات من توغل عسكري إسرائيلي محتمل في المدينة. ويحتشد 1.3 مليون فلسطيني في رفح، الغالبية منهم فروا من القصف الإسرائيلي في شمال القطاع ووسطه. وسط تحذيرات دولية وإقليمية من توغل عسكري إسرائيلي محتمل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قام بعض الفلسطينيين النازحين في المدينة الحدودية بحزم أمتعتهم في محاولة للعثور على مأوى في مكان آخر. وفيما كانت رفح قبل فترة الملاذ الأخير الآمن نسبيا لسكان غزة، باتت الكابوس المرعب الذي يحاصر أهل القطاع في صحوتهم قبل غفوتهم. طالما منها بدروا على الأمان، كل اللي إن ما نتأوى في حاجة في مدرسة في شيء، لأن وضعنا صعب، إحنا وضعنا صعب، طلعنا ما تحت القصف. في رفح يحتشد 1,300,000 فلسطيني، أي أكثر من نصف سكان القطاع المحاصر، وهم في غالبيتهم العظمى فروا من القصف الإسرائيلي في شمال القطاع ووسطه. أيوه غير شارين، وين نروح فيه؟ والله ما نعرف وين نروح فيه. بنروح فيهم أربعة الفار، مش عارفين وين نروح ولا وين نيجي. بنزقل من مكان لمكان، من مكان لمكان. أصعب شيء عدم الاستقرار في هذه الحياة والحرب. والله أصعب حاجة هي الحرب. يعني احنا الزلمنا في كل شهر بنتنقل من مكان لمكان، والخوف والصواريخ. هي مأساة يعيشها أهالي القطاع منذ نحو 5 أشهر، لكن تبقى الأوضاع في رفح أكثر خصوصية مع اكتظاظ المدينة بالسكان والنازحين. هذه المدينة التي ادعى الاحتلال الإسرائيلي يوماً أنها منطقة بات يسقط فيها عشرات الشهداء والجرحى يومياً، أغلبهم من الأطفال والنساء، أمام أعين العالم الذي ربما يكون قد فقد إنسانيته.